الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن هنا في جامعة ألبرتا من الليبيين والأخوة العرب بارك الله فيهم، لدعم إخواننا في ليبيا، ونتمنى لهم النصر، ونتمنى أن يتقبل الله موتاهم شهداء يا رب، ونشد من عزيمتهم. ووجه نداء إلى إمام الحرم المكي، إمام الحرم المدني، وإمام مسجد القدس بالدعاء، ونشر هذا الدعاء في أحد القنوات المشهورة مثل الجزيرة أو العربية، وذلك يدعم الشعب الليبي دعما غير محدود. نحن لا نريد تدخل أجنبي أو تدخل غربي، بقدر ما نريد منع طيران النظام الفاسد من جلب المرتزقة، ومنع طيرانه العسكري من ضرب المتظاهرين. والشعب الليبي بإذن الله تعالى قادر على تحرير بلاده، قادر على أن يحرر طرابلس وبعض المدن الأخرى كما حرر الشرق وبعض مدن الجبل الغربي، ونسأل الله أن ينصرهم ويثبتهم ويؤيدهم بجنود من عنده، ونسأل الله أن يدمر هذا الطاغية تدميرا كما دمر عاد وثمود من قبل، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميره، وأن يدمره، وأن يرينا فيه عجائب قدرته بإذن الله تعالى. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. في الأول نحب نترحم على كل الشهداء من أبناء الليبيين الموجودين في مدينة بنغازي ومدينة طرابلس، ونحب نقول إن شاء الله بإذن الله النصر قريب، ثبات. نحب نشكر كل العرب اللي ساهموا في المظاهرة، هذا أقل شيء نقول باش نقول إحنا يعني سبونا أهلنا في ليبيا غالي. ونحب نقول إن شاء الله النصر قريب، وبارك الله فيكم. السلام عليكم. Thank you. ممكن.